أهلا أحباء المشاهدين. التلمذة في فكر المسيح، ماذا تعني التلمذة؟ ما هو مفهومها؟ ولماذا يشدد المسيح على التلمذة؟ أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليكن نور. بصلي أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك. دايما بنسمع عن تلاميذ المسيح أو المسيح يدعو إلى التلمذة. في أفكار كتير حلوة في هذا الموضوع، وفعلا بتعبر عن هوية الشخص اللي بيتبع يسوع المسيح، ما مدى اتباعه وكم هو فعلا تلميذ ليسوع المسيح. إذا عندك أي سؤال مداخل، الأرقام راح تكون موجودة على الشاشة، منحب نسمع بآرائك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.